ضيوفنا الذين سنحاور سنتجه إلى الأكاديمي المفكر والمثقف السي حسين مجاهد، كما قلنا لكم كاتب العام معهد ملكي الثقافة الأمازيغية وأستاذ باحث بجامعة محمد الخامس، حاصل على دكتوراه الدولة في الآداب واللسانيات وباحث أكاديمي معروف ومرموق مهتم بالشعر الأمازيغي. السي حسين مرحبا بكم وليلة سعيدة إن شاء الله في ضيافة أخر بشميتينغ. سي حسين، أولى الأسئلة، نظرة المثقف والأكاديمي للواقع، لواقع الفن الأمازيغي، هذا الواقع الذي مر بمراحل بفترات نمو وفترات ركود وسبات، أين يمكن أن نموقع الفترة الحالية؟ بماذا يمكن أن نصف حالة الفن الأمازيغي الآن؟ هل يعيش نهضة أو طفرة؟ أم أنه بحاجة إلى جرعات إصلاحية أو تعديلات في مساره؟ أولا مدى قاسم قازي كله في مزيغا ولا كله مدينة غير لنا ساعتاد أنسني ميرب الجمعية نخر بيش والمقارنة للحيل. بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الفن الأمازيغي وفعلا موضوع متشعب جدا، ولكن لا يخلو من أهمية، وكذلك لا يعوزه التراكم، ففيه الكثير وكتب فيه الكثير، وكان موضوع دراسات أكاديمية وازنة واهتمامات مهمة سواء في الداخل وفي الخارج، واليوم أصبح موضوع دراسات على مستوى جامعتنا المغربية التي احتضنت مؤخرا في السنين الأخيرة وخاصة في عشرينيات القرن الأخيرة من القرن الماضي، احتضنت دراسات مهمة أعطت تناولت مختلف الجوانب ومنها هذه الأسئلة التي طرحتموها. فبالنسبة للمثقف الأمازيغي، من هو المثقف الأمازيغي؟ من هو الأكاديمي؟ المثقف الأمازيغي، لا يمكن الحديث عن المثقف الأمازيغي بقدر ما يمكن الحديث عن المثقف بصفة عامة الذي له اهتمام بشؤون ثقافية عامة وضمنها يعني الفنون على مختلف أشكالها، وتعرفون أن هذه الفنون تتمثل فيما هو موسيقي، فيما هو تشكيلي، فيما هو في الرقص الجماعي، في التراث الفني، في إلى غير ذلك. فهذه العناصر كلها انتقلت بالفعل من مرحلة كانت فقط منظور إليها بنظرة استعلائية ونظرة استهلاكية فقط، وفي نظرة دونية بحيث أنها استهلاك فقط محلي يعني موسمي أو يعني عشائري وقبلي. اليوم ننظر بكل افتخار إلى أن هذه الفنون عرفت نهضة متميزة في العقود الأخيرة، نهضة تتجلى في عدة مظاهر، عدة تمظهرات، يعني انتقلت من تلك النظرة التحقيرية أو النظرة الدونية إلى الاهتمام بها في مختلف المجالات. المثقف الأمازيغي ولا المغربي اليوم يعتز بكل أشكال الأشكال التي يعني تعبر، يتم التعبير فعلا هويته، الهوية، لكن واحد النهضة الآن، واحد الإحساس يعني بتنامي الشعور بالهوية بالذات وبالاعتزاز بالمغاربية وبالانتماء الجغرافي والوطني، على ما كنهضرش غير على الأمازيغية ولكن نهضر على، وتتجلى في هذا الرجوع
الى الفنون التقليديه، بحيث مثلا منذ السبعينات انتقلنا من الفولكلوريه الى الاهتمام بالفن يعني الشعبي بصفه عامه، الموجه الغيوانيه، موجه عثمان، موجه، ثم الاهتمام بالرقصات الجماعيه، ثم هذه المهرجانات الوازنه، ثم الدراسات الفنيه الاكاديميه وغير ذلك مما يهتم به، وكذلك في مجال الفنون الزربيه الى غيره. ثم يعني الانتقال الفن الامازيغي من المحليه المرتع الى العالميه، الى الوطنيه الى العالمي، بحيث اليوم نجد الاغاني ولا الالحان الامازيغيه داخل الجاز، داخل يعني اختلطت مع الموسيقى العالميه، يعني هناك يعني الاوركسترات، يعني تاخذين اغاني عثمان او العموري او تبع عمران او رويشه، او يعني عده فنانين عالميين يقتبسون هذه فهذا الجانب يعني ديال هذه النهضه مهم، يعني لا يجب نكرانه. ثم كذلك الدور ديال المهرجانات، مهرجانات ماشي كلها فولكلورية، هناك مهرجانات ساهمت في تنمية الأغنية والفنون الأمازيغية، ناخذ مثلا مهرجان تيميتار، مهرجان تفراوت اللي معنا السي حسين هنا، مهرجان عين اللح الذي أخرج حدوث من قوقعة الدائرة إلى واحد المصاف، ما يقوم به مثلا مزند بالنسبة هذه كلها أشياء تبشر، يعني ننتقم ديك الحيد وديك العقدة ديال أن الفن الأمازيغي، هضر على الفن الأمازيغي وما ينسحب كذلك الشيء على الملحون وعلى العطا وعلى كلها هذه الفنون، عرفت نهضة وقفزت من حيث الاهتمام بها، وكذلك واكبت الوعي الجماهيري والشعب المثقفي بأن هناك لا بد من خروج من ذاك القوقعة اللي خلالنا المستعمر، بحيث احتقار الذات، ولكن بطبيعة الحال هذا كله جميل كما قلتم، لا بد من المزيد من الاهتمام بهذا الفنان الأمازيغي، لا ينصف، الفنان الشعبي بصفة عامة لن ينصف يعني بما فيه الكفاية، على مستوى المؤسسات، ماشي على مستوى الأفراد ولا مستوى الجماعات ولا مستوى القبيلة، ولكن مستوى المؤسسات لا بد من الاهتمام أكثر بوضعيته، لكي لأنه الآن هو أصبح سفيرا للأمة المغربية، وأصبح يعني الفن الجميع عالميا يعترف بأن للفن دور مهم في نقل الثقافة نقل القيم لواحد المجتمع، واجعلها تتفاعل مع قيم أخرى، لأن يعني حتى السياحة الآن يعني إذا ما كانت مرفقة بالمنتوجات الثقافية بصفة عامة، الثقافة المادية والثقافة اللامادية بمختلف أشكالها، ما كانت شخصية ثقافية وشخصية الأمة ما كتكون ناقصة، مع الاقتصاد إلى آخره والتطور الاقتصادي جميل جدا، ولكن إذا لم يكن ذلك يعني التطور والنهضة يعني القيمة الفنية للقيمة الفنية ديال المنتوجات، يعني ثم الاهتمام بهذه الفنانة وهذا اللي كينتجوا هذه الثقافة، منتجي الثقافة الأمازيغية ولا منتجي الثقافة الفن، منتجي لهذه الثقافة، وهي هو اللي خصهم هذا الاهتمام، اهتمام ماشي فقط مادي ولكن اهتمام كيفي، بحيث انها تكون هناك معاهد لتدريس اكاديمي الخصوصيه ديال هذه الموسيقى، الخصوصيه ديال هذه الفنون بمختلف اشكالها، وكذلك العنايه بها من حيث من حيث يعني الحقوق ديالو، لكي يكون يعني يكون فعلا في مستوى القيمه الرمزيه والقيمه الفنيه اللي عاد كتبرز ديال هذا الفن، ما بقاش فقط في ديك المرتبة اللي هي غير ديال الاستهلاك، يعني
البسيط. فهذا بعض الافكار اللي يمكن تغني يعني تضاف لها اشياء اخرى. وعندنا عدد كثير من الاشياء اللي يمكن نفتخر بها بحيث كذا، ويمكن يعني الحديث في عن المشاكل. لا بد، هناك مشاكل وهناك اقتراحات وارده في مختلف العمليات، يعني مختلف التظاهرات تاتي اقتراحات، هناك مهرجانات، هناك ندوات تاتي فيها اقتراحات عملية، منها ما تم تحقيقه، منها ما يجب العمل جميعا في كل يعني الجمعيات، المؤسسات، الوزارة، المعاهد، مثلا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قام بالكثير بالنسبة لي، وتعاون مع جمعيات، وكان لذلك بحال مثلا مع تيميتر، مع التفاوي، مع هذا، هناك تضافر الجهود، الوزارة، المؤسسات، الجمعيات، أفراد. وإذا هذا كمدخل إلى بغينا لهذا الموضوع هذا اللي هو مهم جدا، وكنهنيكم على كونكم اخترتوه هذا، وتسمعوا واضح الإخوة الآخرين. واضح السيد حسين مجاهد، على ذكركم المهرجانات ودورها في الرقي والدفع بعجلة تنمية هذا الموروث الثقافي الفني. معنا السي الحسين الحسيني كمدير لمهرجان وطني كبير. السي حسين الحسيني كذلك فاعل جمعوي، رئيس اتحاد جمعية أمن. ربما غتكون عندكم السي الحسيني واحد النظرة مختلفة عما نراه الآن لواقع الفن كاتب الجزائري العام، كاتب بحكم العام سيد عشري، كاتب العام. شكرا كاتب العام. ربما غتكون عندكم واحد النظرة أخرى لهذا الواقع الفن الأمازيغي بحكم احتكاككم اليومي بهذا الواقع. هل صراحة السي الحسيني نعيش طفرة أم أنه ركود وجمود مرحلي فقط؟ وما دور المهرجانات في الدفع كما قال السي حسين مجاهد بالدفع بعجلة هذا الفن الأمازيغي؟ شكرا. تنمرت يس ماتنا ديت ماتنا كل ولي عصف لدنين دولي نحضرنين غو المقارة دارون تيني غا تدقات من تنباركيت تساديت تعوصت السنات استمل داني يعني نسبقاس أمينو الجديد تيني كله ما داغي السفيد ما داغي الفرن أسبقاس أنا مارس أسبقاس فولكين أجيت يدين تعوصي وين كله اللي نرجع لنواتس. فيما يخص الموضوع هذا نسني مير يعني اخر بيش ميتينغ اللي غادي يسمى كان غا 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 وغا وساد ندير الحلقايات باش جيت نساول ب تفصيل ان شاء الله الموضوع هذا الفن الامازيغي، وكان جدد الشكر للجميع. وفيما يخص السؤال الفن الامازيغي واقع الفن الامازيغي غدرار اصدرت نيغ انه في السنوات يعني يعني اواخر القرن العشرين ويعني وبدايه القرن 21 تلايت الحركيه، تلايت الحركيه سواء على المستوى المجالي الادران، تلايت الحركيه المغزان سندمان يتكا انه تليت الانتعاش ديال الحركيه جمعويه اساسها واحد الوعي غدار شباب المنطقه بصفه عامه. هاد الشباب اللي يحسن بانه اغلب الجمعيات اللي الغدرار اللي اغلبهم جمعيات تنمويه اللي تهتم التنميه الماديه الصرفه اغراض الشنطي الضوء امن، ولكن الجانب الثقافي الفني ورغبه راكي تسوين جيمن يعني الجانبات ديك شويه يهنا الا قلت الحيف الا قلت التهميش غدر الجمعيات دميتنا ميدنا اللي استقرنا سواء كيف الجانب الجمعوي يغنى الجانب الجمعوي كذلك الجانب المؤسساتي يعني الجامعات ولا الهيئات والمؤسسات للنين ودار دائما الجانب الثقافي إيجا 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 ثانوي وردت سليات أوريجي محوري أرسل الخيرات غد التسعينات الثمانينات ولكن مع بروز الوعي غدر الشباب
الأهمية الثقافة، الأهمية الاهتمام الجانب الثقافي بصفة عامة غيغا الفن هي تعاوسة إيجان أساسية اللي غادي يبرز الاهتمامات من داخل الجمعية تادنيت، أي اللي غادي يفوق سيان الشكل إيجان علني تأسيس جمعيات مهتمة فقط بالجانب الجانب الفني، التنشيط الفني، الاهتمام الجانب. السي الحسيني عنده شي مشكل يمكن ديال الصوت؟ دونك عند السي الحسيني. الحسيني عنده مشكل في الصوت، لكن الميكروفون السي العسري لا كنسمعك. داكور، كيسمعوا لي الضيوف كاملين؟ كنسمعوك. في نفس السياق عندي تساؤل اخر سي مجاهد. سي حسين، فن امازيغي بين الرمزيه التراثيه والتسويق الفولكلوري، هذه النظره حول الفن الامازيغي توحي بان هناك جدليه عميقه يعيشها الفن الامازيغي مردها الى التاثيرات التي يعيشها هذا المجتمع. سي مجاهد، الا ترون ان الفن الامازيغي الذي كان محاطا سابقا بأسوار منيعة في وجه التغريب والتحريف أصبح الآن واحد المادة دسمة تؤتت به منصات المهرجانات وساحات الفنادق، وتم اختزال هذا الفن في رقصات فولكلورية بعيدة عن قيمه الإنسانية والجمالية؟ أولا لابد من حد قتيل الرمزية والعمق، هذا فعلا ما كانش بارز فيما قبل. الآن اليوم الفن الأمازيغي برمته مختلف الأشكال دياله، وخاصة الأشكال البارزة الفرجوية، الموسيقى يعني الموسيقى والرقص وغيرها، يعني اكتسبت هذه الرمزية واعترف بها وظهر عمقها. وفي هذه الحالة كان هناك تعاملين أو ثلاثة أو أربعة. التعامل اللي هو مهم جدا ونتمنى له أن يتطور هو هذا الطفرة اللي هضر عليها السي الحسيني، وهي كاينة واقع أن الفن الأمازيغي اليوم معترف به وله قيمة، يعني وأصبح يعني في طريق يعني أنه يكون يعني مو يعني مواكب للتنمية، يعني في إطار الاهتمام بالثقافة اللامادية بصفة عامة اللي تهضر عليها صاحب الجلالة وهضر على الناس، اللي ولات من المسائل التي يمكن لها إذا تطورت وكانت لها الظروف الأداء أنها تكون مورد رزق، مورد عيش، مورد فخر، ومورد لهذوك المنتجين ديالها. الشيء باقي ما تحققش كله، في حين أنه استهلاكها الجانب الاستهلاكي فيه فعلا عنده الجانب الإيجابي هو التعريف بها، السويق ديالها حتى واخا تكوب واخا تختزل واخا لي شينوا كيكوبيو الفنون ديالنا واخا الموسيقى كتتعمل بها الفن واخا الناس كيعيشوا بها واخا كيكون هذا كله ما كانش من قبل. هادشي كان ما كانش قبل 50 سنه، ما كانش هادشي، هذا كانت مهمشه في الاذاعه في التلفزيون في هذا. اليوم هذا الزخم هذا له بطبيعه الحال جانبه الايجابي اللي هو هذا التراكم اللي ربما غادي غينفع ينفع هذه الاجيال. كاين هناك واحد اغوغا الا بغينا، ما عرفتش، هو استعاده تملك هذه الثقافه. لا، ما هذا لا جدال فيه. ملي كتشوفوا المهرجانات اليوم، اذا حركت الموسيقى الامازيغيه تتحرك الجمال، ما كانش من قبل، ما كانش حتى شي مهرجان يعني يكون المهرجان ذو غرض فولكلوري او سياسي او تظاهري، هذا ما كيهمش. ولكن هذا التراكم هذا اللي غادي يكون فيه التاريخ والتعامل والاستعمال ديال يعني الترويج والاستعمال ديال هو اللي غادي يفرزوا يعني الجيده من اللي هو ما ليس جيد. إذا ليس عيبا أن يكون هناك أن يكون هذا التراكم، ولكن لا بد من هنا كنجيو للدور ديال المؤسسات. كيف قال السي الحسيني، الدور المؤسسات هو هذا، الدور هو أولا التوعية، التملك، الاستثمار،
يعطي القيمه ديال يدخل في مثلا في جميع الجامعات وجميع المؤسسات يكون عندها ميزانيه ديال الثقافه، ماشي غير ميزانيه ديال فقط الترميم ولا هذا، ولكن تكون فيها ميزانيه ديال النهوض الفنان، النهوض ثم الحرص الجماعي على تطوير هذه الفنون وتطوير اصحاب. فان ليس عيبا ان تكون الموسيقى ولا هذا هي مؤتته للفضاءات اللي هي يعني الحرجويه او السياسيه او التظاهرات، لانها تؤكد حضور فن لم يكن كان مغيبا. الفنان اليوم فعلا له الحق في، ولكن لا يعني هذا ان جميع المشاكل قد حلت بالنسبه للفنون الامازيغيه ولا الشعبيه بصفه عامه، ولكن هناك لا بد من نظره واقعيه ان هناك فعلا تراكم، هناك زخم، هناك ديناميه كيف قال السي الحسيني، ديناميه كاينه حركيه، حتى السلبي راه ديناميك. لانه مثلا اليوم ماذا اليوم طفره جديده لا يمكن يعني الا ان نقبلها، وهي هذه الطفره ديال الرقميه مثلا، هذا الانترنت وهذا ما دخلت ليه الفن الامازيغي بغينا ولا كرهنا، غتقول بان هناك اجحاف لحقوق هذا، ولكن هي حاضره، دخل الفن الامازيغي اليوم في الانترنت شاد بلاصته بحال اي فن اخر كميا داكور كاليتاتيفمون او لا كيفيا، حنا هذاك في مع يعني المستهلك اللي غادي. فالفن الامازيغي اليوم شاد بلاصتو مع الفنون الاخرى، ما كاينش ولا كيف الفنون الاخرى عندها مشاكل وعندها ايجابيات وعندها هذا، لا ما عندناش نحيدوا هذه العقده ديال حيت الامازيغيه راه لا عايشه بحالها بحال الدارجه بحال الصحراويه بحال هذا. يعني المؤسسات عليها أن تنهض وتقوم بما يجب القيام به بالنسبة لجميع ما ينتجه الإنسان المغربي أمازيغي كان أو ستهتم به، ولا كتهتمش به الهضرة، برامج بلان داكسيون اكسيتيرا، واحد العدد ديال الأمور اللي هي كتطلب النهوض بهذا الفن هنا. واضح سي مجاهد. في نفس السياق كذلك نعود لسي الحسين الحسيني. سي حسين الحسيني، مهرجان تيفاوين هو واحد من اهم المهرجانات الكبرى، والسي مجاهد الان هضر على الدور الكبير ديال المهرجانات اللي كيلعبوه، استطاع صراحه ان يثبت اقدامه ويفرض وجوده ويتجاوز مرحله النشاه الى مرحله الثبات والنضج، هذا لا ينقره الا حاقد او جاحد. لكن سيدي فاضل، ما يعاب عن مهرجان تيفاوي هو خروجه عن النص احيانا وضربه للعمق الفني حسب العديد من النقاد، باستدعاء في العديد من المرات ألوان غنائية وفنية بعيدة عن البعد الثقافي والهوية الأمازيغية. أم أن هذا ربما ترونه انفتاحاً على الآخر، يعطي إشعاع عن المنطقة ويفك عن هذه يفك عنها نوعاً من العزلة والتهميش الذي تعانيه. إلى أي مدى هذا؟ ما رأيك في هذا مفهوم السيد عسل، تشكر يعني اعتذر على الانقطاع اللي وقع نسات التقني، غير تكمله انه تيفاوين او لا تاسيس هذه الجمعيه ديال تيفاوين وخروجها في سنه 2006 للوجود جاء في هذا الاطار ديال انه الاهتمام بواحد الجانب اللي قلنا انه اساسي هو مدخل اساسي للتنميه، لان الثقافه في حد ذاتها الى اهتمنا بها غتكون واحد المدخل ديال 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 الجانب المجالي اللي كنهتموا به في التنميه، غادي نعطيو للانسان واحد القيمه، اولا لانه الادرار معروف بالهجره القرويه، وواحد العدد ديال الناس ملي كدير هاد التظاهرات بهذا الشكل هذا كتحاول يعني تنمي عندهم ديك الاهتزاز بالمنطقة، كيعتزوا بالمنطقة وما تزخروا به من 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 تراث ومن ثقافة ومن فنون. وملي كنقولوا فنون راه هنا الفن الأمازيغي كنهضر، ألوغ هذا هو صلب تأسيس جمعية تيفاوين باش فاش خرجت للوجود الأنوار، نسلطوا الانوار على ماذا؟ على ما تكتنزه هاد 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 الادرار وهاد المناطق هذه بصفه عامه من فنون
ومن يعني كل التجليات الثقافيه والتراثيه بما فيها الفن الامازيغي في حد ذاته. وملي كنجيو للمهرجان باش ندخل مباشره في السؤال اللي طرحته الاخ سي العسري، انه تفاوين هاد النظره اللي هضرتي عليه هي في الحقيقه اجحاف في حق المهرجان، لانه انا غنعطيك دابا بعض الامور اللي تشتغل عليها تفاوين كديال 14 سنه ديال اللي حنا في عمر المهرجان. هو مهرجان اصلا سميتو مهرجان فنون القريه، فنون القرويه ولا فنون اللي كاينه في القريه. ملي كنهضروا على الفنون القريه يعني احواش اجماك المجموعات الغنائيه الشبابيه اللي كاينه ديال ابناء المنطقه اللي استمدوا في اطار يعني تحديث الاغنيه وبروز اغنيه المجموعات والاغنيه الفرديه الى اخره، ومن ابناء ادرار كلهم هادو هما اللي كيكونوا يعني الماده اللي كتشتغل عليها المهرجان تيفون كيبرزها الناس اللي كيجيو الزوار والناس اللي كيجيو لهادو. هادشي في اطار ديال يعني حتى التسويق المجالي باش الناس يجيو يعرفوا هذيك المنطقه، خصنا بغيتو تعطيهم واحد الماده فرجاويه اللي يكون فيها واحد المتعه خاصه في فصل يعني في فتره العطله. وهذا ما كيعنيش انه انك تجيب الى درتي واحد البلاطو فيه انا غنهضر لك دابا بالارقام اللي كنديروا. مثلا نعطيك دوره واحده، مثلا ملي كنديروا دوره كنجيبوا ما يزيد على ما فوق 20 مجموعه فنيه ديال احواش واجماك وجميع فنون القرويه، ماشي غير في جهه سوس ولكن في المغرب كله، باش نبرزوا ديك التنوع ديال الفن المغربي بما فيه الامازيغي. وكتكون كذلك المجموعه ديال الروايس الى اخره والمجموعات الفنيه الغنائيه، ولكن لا بد كذلك من استدعاء بعض الوجوه الفنيه ديال الاغنيه يعني العصريه والمغربيه، وهي اللي كتعطي هذا الانطباع بانه هذاك النجم الغنائي المعروف راه هو اللي كيتمحور عليه المهرجان تيفاوين. ولكن العكس، ان في كل دوره لا بد من استحضار اقول ما يزيد على 20 فرقه متنوعه ديال احواج الى بعض الاحيان الى 30 فرقه. وكاين دوره خاصه اللي درناها مع جمعيه الفنون الشعبيه بمراكش اللي كتنظم مهرجان الفنون الشعبيه بمراكش، استدعينا تقريبا ما يزيد على 50 فرقه ديال الفنون ديال احواش وديال الفنون الشعبيه بصفه عامه بما فيهم احواش واجماك وبجميع المناطق ديال المغرب. هذا فيما يخص الفرجه والحضور في يعني في استعراض ديك الفنون ديال احواج وديال المجموعات. كذلك ديال هذا الجانب الفرجوي كاين لقاءات ذات طابع اكاديمي او لقاءات مع المهتمين والباحثين في هذا المجال، خاصه في واحد الجامعه سميناها جامعه القرويه محمد خير الدين، اللي هي جامعه كيتجمعوا فيها باحثين واساتذه وطلاب ومهتمين من حتى من يعني بالمجال ديال الفني. كيكون فيها لقاءات حول مواضيع مرتبطه بالفن والثقافه بصفه عامه بما فيها الفن. هذا من جهه. كذلك الحاجه الثالثه وهو انه حرصنا لمده دورتين على تسليط الضوء المباشر على ممارسي فن احواج في اطار واحد الفقره كانت متميزه في مهرجان تيفاوين، وكنا كننظموها بواحد الشكل اللي سميناه الميغا او ابراز واحد الحاجه بواحد الشكل كبير لاثاره الانتباه الزائرين اليها. وحاولنا في سنه 2008 مثلا تنظيم اكبر رقصه احواج اللي ضمت ما يزيد على 200 ممارس من ديال الممارسين ديال فن احواج من جميع مناطق السوس، يعني جدت فرق وجاو تعرضوا يعني وداروا تدريب اسابيع قبل بيناتهم، وكان في واحد يعني واحد استعراض كبير داخل مدينه تفراوت، وكان في واحد الساحه كبرى اللي دار فيها اكبر رقصه احواج.
بما فيها يعني هذوك يعني شعراء اسيس الكبار، ومنهم من توفي رحمه الله، مازال هذوك كانوا حاضرين بواحد الشكل كبير، يعني بحضور سيد الاعلام وحضور الميراجني. هذا كنا الهدف ديالنا من هذا التنظيم، هذه التظاهرات بهذا الشكل هذا وبالتركيز على الماده التراثيه وعلى الفن ديال الاذرار ديال الفن ديال منطقه السوس بصفه عامه، بحكم انها تفاويل يعني كاينه في تفرة يعني في عمق الاطلس الصغير. كان الهدف منه وهو الناس المتتبعين يعرفوا يعني هذا الفن هذا اشنو كيكتنز، وان هذا الفن منه نبثقات يعني للمجموعات الفنيه. ربما سي عبد ايوب واحد من الممارسين ديال الاحواش، وفي نفس الوقت مجموعه فنيه غنائيه اللي استمت لا الكلمه ولا هذا من داخل المجموعه، وما الى ذلك. يمكن مازال استعرضوا بعض الفقرات الاخرى اللي كان عندها تميز في المهرجان تيفاوين للاهتمام بالفن الامازيغي. وشكرا. واضح السي الحسيني على الشروحات ديالكم اللي تفضلتوا بها. بالمناسبه ننتقلوا لسي عبد ايوب كما ذكر السي الحسيني. السي عبد ايوب واحد من الناس اللي كيشتغلوا في الميدان، رئيس المجموعه الفنيه الامازيغيه من دكان تفراوت. صراحة سي عبد، لما اكتشفت هذه المجموعة مؤخرا فوجئت واندهشت بما تقدمه هذه المجموعة من إبداعات رائعة من حيث جودة الكلمات، اللحن، الإيقاع. صراحة بقدر ما كان إعجابي بهذه المجموعة كان اندهاشي كبير كذلك لأمر واحد ووحيد، وهو هذه المجموعة يجب أن تكون في صفوف كبار مجموعات غنائية الوطنية. صراحة هذه المجموعة يجب أن تحاط بدعم ومساند الفاعلين في الشأن الفني. هذه رسالة أوجهها عبر هذا البرنامج. صراحة سي عبد، ماذا ينقصكم حتى تصلوا إلى المستوى الذي نريده لكم جميعا، مستوى الريادة في مصاف إزنزار، إزماز، أرشاش، أسمان؟ واش الاختلال كاين في التسويق ولا كاين فين؟ تفضل سي عبد. أزول ما يستمع نسيوين المتسددين سيدسة منه وسيدسة غدان سيري ميكويا، شكرا على التشجيع أستاذ كرسل تحية لقناة كرسل. حد من الضيوف شي ميكروم حلول؟ سي عبد الغني شي ميكروم حلول؟ ها هو صافي غنسدو ديال الأخت زهرة. ها أنا سديت. تفضل أستاذ. تفضل سيد العسريج. الله يكبر بك، شكرا على هذا التقديم اللي صراحة مشرف. داك سامحتي لا تسول تش الحيت. تفضل سمح لي. كنا اللي استنيت اسمي بزاف الشهادة أنا كيسمح ربي اللي اكتشفت المجموعات. المهم نان اعجاب منك غير بهري كان التست، ولكن يتنيت مثلا وردغنا بر الحجم من اللي حل مجموعه تفضل. أريد غود غادي ردني حماش التواضع، وإنما حقيقة العمر المجموعة تقاسوا الفتية وثات لكي من المستوى أنه يتقارنت مثلا دي زنزار زغان وغين ندح الأساتذة نغاين نمقرد كل سومار قنصن الهواء تنصن. وإنما كني نحاول لماغ وريرخي أنت التكراغ تفراوت تقا سامحتي في بين قوسين يتقال المستنقع اش قد قلت تذكر الموهبه سلوات سلاوني الجانب الرياضي ولا الجانب الفني. نكني الحمد لله الى حد ما نتوفق نفغن شي شويه نوكان سيمك بفضل كرا المحسنين كله ذكرا الوسائل منها العمل الجاد المجموعه ورا النكر ذكرا تغاوسي وين كله ربما الحظ، ولكن خدمتني المثابره باهر. تفضل سعد.
ربما غنشك هذا الدرج في السؤال اللي كنت نسيه ما كنوش عل ورت لكم ربما شكرا استي عبد. انتقلوا الأخت زهراء حدادي. زهراء حدادي مرحبا بك أخت زهراء حدادي. مرحبا صراحة مرحبا تفضلات. مرحبا. فرقة بنات اللوز في تفراوت هي مجموعة رائدة في تفراوت، فكلما تحدثنا عن أحواش النساء إلى ويتبادر الأذهان فرقة بنات اللوز. هي فرقة قديمة نشأة نوعا ما منذ أيام المرحومة من الحدادي إلى يومنا هذا مع ضيفتنا أخت زهراء حدادي. هذه الاستمرارية والتواجد في الساحة الفنية والحضور الدائم للا زهراء مرده إلى أسباب وعوامل كثيرة، شنو السر في الاستمرارية بنفس التوهج نفس الحضور لفرقة بنات اللوز؟ ما هي العوامل اللي جعلتكم دائما تكونوا حاضرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غمز وارو أتشكر كل من كان تبعثني باش يلي المقارن غاصه. أتشكر حميد اللي دين حلاني الحسيس ولا ولا حتى النايم المباشرات راهو نتيني حتى نمير. احواش بنات اللوز تي تقايط يا التربوت لي كيوسان غوغل سنت مازير ولا برانت مازين كيوسان العطان كيوسان ليامات المرحمة من حدادة الله يرحم ربي ويسمى ديني كانت وقاتن باش الدرار التراث حتى عينات يا تغايب حتى عينات كالدراح اول فرقة اللي حيرتنا احواش مفرخين. ايوا السؤال انك سامحي راه حتى واحد شحيت ورا حتى واحد عرض. تفضل تفضل. لا لا تفضل ماشي مشكل. مرحبا. الاجتهاد بنات اللوز الاجتهاد من رئيسة منا اللي حكيت من الفرقة هي هي المستوى احلام الغلاد نما ما مغارت ودرات باش تسيري الساحه الفنيه بقوه. وكان نتي الجديد ديما الى الجديد الحمد لله غينا نفر نتشجع الشباب باش ديما فرقه بنات اللوز ديما تسيري الساحه الفنيه. شكرا للزهراء. تفضل سي عبد الغني. سي العشري يمكن اولا نشكر ورحب جميع مستمعي ومشاهدي اخر بيش ميتينغ وكذلك اشكر ضيوفي في اخر بيش ميتينغ اللي لبوا الرغبه اليوم باش يحضروا معنا في هذا الموضوع ديال الفن الامازيغي بادرار بين الانتكاسه والانتعاشه. كنشكرهم كل واحد بوحده كل واحد على حده. غير السي الحاج العسري الا كان ممكن غنديروا اتصال هاتفي مع تنظرة النح لاله فاطمه تبع عمران هاتفيا غير يعطينا ربي باش نتصل باش ادس نفكي المجموعه من الاسئله ان شاء الله. بسم الله. صافي سليم كتسمعوا؟ يا عمر مزيان يا مسلم يا السلام عليكم لاله فاطمه صباح عمران اسكواس مينو اسكواس غودان اسكواس فولكين اسكواس فلوجان يوتنسي زوران يوتنسي سي جيكن بهر فولكيني رامتيني مرحبا بكم ايوزن ما تنمي صبيرا يرغان عخر بيش ميتينك راكم تشكار كين ولا كله ينبهيوني والضيوفني وليدي ديلان الا دادنا حكومتنا السي مجاهد كاتب العام المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الى ديرنا حال الاستاذ الحسيني مدير مهرجان تفاوين وكاتب عام اتحاد جمعيات امن الى ديرنا قمتنا عبد ايوب رئيس فرقه ام دوكان تفلاوت تيريدنا زهراء حدادي اللي هي رئيسه مجموعه احواج بنات اللوز اللي ديرنا قمتنا العسري سي محمد اللي راكم يحاور ان شاء الله راه من تيني تمنسيوين تسعديين سلهنا الخير. الكلمه لكم لاله فاطمه قبل ان نكشم المحاور تفضل.
كيما تسويين في التعليم على ود كاين يختلف ميال الفنون الظاهره مقرن في المقارد اللي تيسكر المقارد اللي تيسكر ميغا مهم بزاف واشكو قبل نمشيو للموضوع عرفتي ميغ التحيه يمد لي كل درونين هو المقارد في الحسين مجاهد اللي كان كاتب العام للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه شكرا بزاف الرجال اللي استقبل جاي ورجال اللي يا دختي الجربي يا الجربي اللي دير الضريبه تخدم في السنان شكون كارتيني غير تغلطه انا افتخر الانسان متقاتل ولكن الدار اللي ينفرد باللي النكس الاجيال وشكون يقول لي الانسان متقف ثقافه لا يمكن ان يكون متقف شكون الثقافه الانسان اذا نغيد تختار غير تلقى تورين وشنا قد مجان تشكنا تنازير تقدمت كل شيء ما كاين كنت مزير فشكون بدات الذاكره اللي ولو ديالنا بدات تقال ما فيه ويا الغنفيه ما لاني حنا يري غادي نختار ميركي تكون حسيني تنساتي يسكر في كاني المنطقه يري غادي نختار ميركي متفرخين بنات اللوز ولا كل حوايج متفرخين ودرار وشكو كاتبين اللي غير يدلو حوايج ودالات حوايج ودالات كيفاش نسال غير حوايج نودال يري غادي نختار ميركي كل اللي درونينا المقارنه دارت منا غير خصنا ربي حتى تصمرني المقارنه ظنون وشكو تزوري تلقى كرا خصني ندير وطفور توزوت توزوت يغذيو ربارت لا الموسيقى ربارت لا اللقاء ربارت لا ناحية فيها بيضني وعفاك تقال تقال الدور الفن غمت الحياة الإنسان إذا مهم جدا إذا مهم جدا إذا غد من يختان مير تبهر مقورن والتمتنا الظهراني كان الرئيس الثاني هنا في البلد هنا والتمور يجين عندي غاية غد سوال السمازي غد المور دارني كي ضرورة سوال سارك اللي كان اللغة يبني وشكو ولادي كاش كانت لدي خساولتين فين غير في الوقت فرض لدي خساولتين يخصح تنكني انفرض ان خساولتين غباش اتبقى من نفس تهلا من اشكول قلت لك شنو الخساول كانت في الاغلب تنمير تنمير لاله فاطمه تبع عمران لكم الميكروفون قمتنا حال عسري سيدي محمد شكرا تفضل العسري شكرا السي عبد الغني ومساء الخير لاله فاطمه تبع عمران نعم تفضل الله يبارك فيك لاله فاطمه رئيس سامح احترام ايسا صوت غير مزيان تسمعني لا تفضل تسمعني كنسمعك تفضل اييه لاله فاطمه تبع عمران تاي سامح هذا افكر السؤال استعرفت لان عندنا واحد العدد ديال المتابعين تابعنا استعرفت لكن اختيارات جاوب استعرفت ولا تسمحيت ما كاينش مشكل بلاتي سي العشري بلاتي كان شي مشكل في الصوت ما كتسمعكش نشوف واش واخا بلاتي لاله فاطمه بلاتي بلاتي زيد سي العشري زيد لاله فاطمه تبع عمران او فاطمه شاهو لاله فاطمه سير تسلي تغير غير مزيان لاله فاطمه مزيان تفضل مساء الخير لاله فاطمه تبع عمران تو فاطمه شاهو ايقونه الفن الامازيغي فنانه عصاميه خرجت من رحم المعاناه عاشت طفوله جد صعبه عاشت الحرمان عاشت صعوبه الحياه وقساوتها فاطمه تبع عمران فنانه الهويه الامازيغيه بامتياز أغلب المواضيع التي تتطرق إليها تتعلق بالأرض والإنسان والهوية ما السر في هذا الأمر لاله فاطمة؟ لماذا اخترت هذا التوجه؟ كان ممكن تغني مثلاً الحب، العشق، الدين واش الطفولة الصعبة اللي عاشها لاله فاطمة كان لها تأثير في هذا التوجه الفني ديالكم؟ لاله فاطمة سألتي السؤال؟ العسري كان ميرت نكبهرة مقرن رداك النيغ ياك الحاجة نكني نكرد نكرد غي اللي ما كان يقوي حواش نجيس نظام نجيس المعنى مقرن نجيس كدان نتغاو سوي نجيس يعني كري قد تغنصار تقار 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 في التغارات اللي كان اللي كان غي كان ثم نكرد غي اللي ما كان أرسوال فمازيغ كدان
المحتوى الامازيغي كان نكره دغيا المجتمع اللي مثقف ثقافه، نكره دغيا المجتمع اللي فيه نظام اللي فيه حوايج متفرقين اللي تكون مغاربين اللي تكون يركازوا، نكره دغيا المجتمع اللي لقيت بالغنجان اللي لقيت المعشار اللي لقيت بزاف تغلط مين اللي يرجع لمين فدان الثقافه الامازيغيه. ثم الوقت اللي دار لنا الاهتمام السلة مثلا الموسيقى السلة الحاج محمد البنسير، من بعد وش كان دير زنزرن، من بعد يعني وش كان جسمان من زوان، من بعد وش كان دير زنزرن، يعني غويت كل شيء كان كران ترانسلين اللي فهمني كوين نغ أنغ أنغري كادر كوين تكون مثلا غسعيس ولا غدار تنقرا ولا غير الشغل يمكن لك دابا نخدم ما كناش فرنسيني الطبيعه، الطبيعه كمون في الطبيعه المصري غتسمي مقر ك لكنه يعني كي قلت يعني ار 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 القصيدة يزورنا السارة غمار ديما يسداريك لقوز مرا وكرب مرا وبينك رب مرا وقوز مرا وسبا فقل عمرين وريخ قصيدة كلمي الوسط مني ما خليت اللي غادي خديدين تعيش يعني الدرغ ياتو درت يا بنين وريقيتو درت اللي درن تاروات قد كانوا يعني كي كانت غلطوين اللي قال لي الاستراد اللي اكد اكد اذكر كات تايري غير معجزه تمرق مريت ما تقيد ما وياش داري بزاف كان الاستاذ مرق تاري حتى كل مرق بيز ما ونقطع حضر بيز ما ونقطع يد ما زال شعري لأنه أحمد بيز ما حضر مرق بس أو نرد يعني تشوف تزاي اللي ولا يغدو كان مرق ولا هاي يفتيغ ولا كي كان يعني المهم ما وصلناش تغم بس مرق بيز ما رجيل في بيز ما ونتعلم وقيت من كسر صعب شعري من كأذقاني ساف سبي حموم وسال محوزي ويد يعني ولكن وصلت لغة تسلون سنحكي ديريك اللي قشم سميدان ومرق كيقتين تبليغ سوى البنسير بزاف واشكر التوال في الهوية الأمازيغية لهموم اللي تعيشوا في قناة مزيغ بالإقصاد التهنيش كده غير ما غادات البنسير ويشتغ بس دغار هي حتى لغات دار عمور مبارك او يرحم ربي كل يرحم ربي الزاد اللي الظنين كراك هو لون حتى لغات كنزور لغات دار عمور مبارك هي والله هي كان انا زي غور يعني غير نغدي اخد شكل فكره ما خاين غير نتينا شكل بنتي رخدم تغارف تقليديه ولكن في عمور مبارك يجري ولا نوالين وكان انا زي غور من بعد تشكد في زينة إيسا في فرقة فاطمة تبع عمران في فرقة موسيقية 91 91 بدي غدي الجامعة الصيفية مدينة قادير يعني منطقة قادير غدي غنكد الحركة الأمازيغية من غير اكتشف التاريخ من غير الشغني كان امزروي الشغني كان تماجي الشغني كان يعني اقرا حول ما امكن غريغ الحرف العربي دار قمتنا ما يذكروا بخير الاستاذ علي بزاف مستدين ويجاي جات الاستاذ راشد عبد الواحد لكن من بعد الوقت اللي اكتشف الوقت اللي اكتشف يعني يعني ياك تغرس يا بني اللي غلام كي كان اللي مثلا اللي درنا قار خزيان سي ابراهيم خياط سي احمد عاصف سي صافي المؤمن علي سي احمد بوكوس يعني كي كان يعني يجديقنا في السنة تمازيغ غنيتي لا سي الحسين مجاهد شكون الجمعية الصيفية في استاذ من طرف الجمعيه الصيفي ما معناه يعني ابراهيم خياط يعني الجمعيه المغربيه للبحث والتبادل الثقافي التفاعل المرصد المحور اللي يعني اللي يذكر لي التكوين
ولكن ما قرغديش عن طريق المكتب الجامعه الصيفيه. من بعد ما قرغديان السيد يضمن الله يذكره بخير انا السنين القاضي عبد الله الا خسر ودان. من بعد ما قرغد كي جاني نيت نايلي غرير وحرق انتي في النار وحرق انتي في النار من غير ما غنطلغ يعني تعلم غسكره فكران اللغه يضمن. ولكن فقط في الأمازيغية يعني ارتراب في الحرف مثل زيرو تغاقو دام في الراء انتي في النار أفوت وفوت وثاني من المعهد بدأ باش هذا غير فكر هذا غير نظم اللغة ينظمها الحرف ينظمها شي جان نتغاو السنين غنفكر يلقان يلقان يعني اللي غبالي بالنسبة اللي غبالي اللي كان في التواجد أكد تسخر في الشعر ملتزم سوق في حقوق الصغار سوق في الحياة إيجيجيل سوق في أسماء التمازيغ سوق في التربية والراء سوق في الطبيعة سوق يعني في كان نتغاوض في النظمين اللي اختلفني ما رتش كمغني كنت يري ولكن رتش كمغني هو المغني كنت صافي ولا زدري شكرا كان شكرا لاله فاطمه. لاله فاطمه غصتها السؤال في الواقع الفن الامازيغي كيف حال الفن الان؟ كيف يشتغل الفنان؟ هل هناك ظروف مريحه للاشتغال بالمقارنه مع الماضي؟ وانتم من رواد الاغنيه الامازيغيه الذين عاشرتم وعاصرتم عده اجيال وعده فنانين كبار، من كيغير الفن الامازيغي؟ واش في حاله صحه جيده ام انه في انتكاسه ومعاناه؟ القضيه الفن الاستاذ يعني كنت يقول لي قال الفن رمضان قال الفن الامازيغ غير هي كتحج هي تغل فكاين لا يمكن تقدر غير تحترم الفن الامازيغي حبي بزاف لانه علاش يعني جميع المواضيع اللي تتعلق بالدرك وفكان لا نتغل الفن الامازيغي غير لا الجفاف غير لا الخير غير لا الحزن غير لا الفرح غير لا اي تغاوت الطبيعه الفن الامازيغي إيجا يويس الطبيعة إيجا المدرسة إيجا الصورة إيجا التعبير إيجا توتليت في رسالة توتليت اللي يدور اللي نغينا كمكريس غدار قصدها بالنسبة لما يظلم في فن الأمازيغ دا غيناد يكلو قتل الزين على كتاوي أشكو غيناد أتذكر الأغنية قلت ثلاثة دقائق نغض ربع دقائق الزربع دقائق نغض ثلاثة دقائق رقسني لي التقاسيم نغد رقسني لي وكشوم اللي فران كشوم ستالغات نغد رقسني نومارك يعني اختت كاع امو كريست مقورن بزاف دار طبوري اشكو غير الارت الزيكي تقصد انا لا كاين اللي غفلت لك تحت كان التوقيتي ثلاثة دقائق مرت سكر ثلاثة دقائق اختت كاع امو كريست ربما كلا داريني امو كريست هاد راهي دايما تزيد نغنى البوم اللي يزري اشكون كي غير بلا ما عرفتيني غير التوقيتان صديقي تسمى في يومين قرصة ما يدلي لي يوشكا ناي اللي خنغا الكاسيت يوشكا تسيدي هاتي تنغا الدغ القرصة حتى نسيتا يعني ورسولي مني كنا ندغو صيادين بلا الانترنت ما تيجي رانا نكي رانا تيجي الجمهور العادي الجمهور العادي اللي وري اللي وري يسكر ونتنو وريك تصل انترنت يعني وريك تصل انترنت اذا غير غيلا راه غير تخصي كل يوم أفد أن يساهم دو جمهور العادي في مغارين في اللي مقرنين ولا حتى يرقز اللي مقرن اللي ولي سم من كريس كرد اسم من يكسن كشم في اليوتيوب نغد من يكسن كشم يعني في الموقع الإلكترونية باش أتصنير ديال بس القرن اللي رقز يكا أي سنة إتان غط غيك لي سيسي سنة خصتي دي واش كوي غني بدا يقرن نادم الكيت تاتي يضرح حتى سمعنس يدرى يعني أجيون سوريو فبالتالي نيقل كيت إذن غيب ثانية يغنج إجابنا دم الكيت ترى يشروك الأغنية دي جيور أشكون كنين ردك دسوخ كران بقى الأبيات الشعرية غبور دي شلبان نغى صلها الهوى الجيق مارك لكما أشكون نغى عن العقل في القلب هذا سفر مسفر الجدا كوري كرف يرب العقل ما الدكان في ويت السفلم ديري في جسان السفلم قل السفلم دري العيد أمرتي إذا يغني قال في وريش شرك وريش بروتا مغتن التوجن
خطيت كاع مكرس مقرن بتقنين تقنين تقنين يعني الموقع يعني تقنين على الانترنت يتلاقي في الفوضى سول خلال الفوضى على الانترنت عرفت من اختنا ربي فد يعني الدولة كركرة الحل الفوضيات دي الإلكترونية اللي بيسي لنا وعلمي الجوانب ما غاش ماشي غير في يعني غيناد من غيان الانترنت تقا الله يعز العلماء يعني الانترنت طرف الكيقان اللي بيبان الكيقان الفرص للشباب فهم يعني الأمور متواصل ولكن هو مشكل من غير المجتمع اللي استعمال الانترنت سلبيا ولا استعمال ايجابيا عرفت من يخدم ربي لانه الحياة تقا مراحل من مشكل من المرحلة لمرحلة اللي كنداغ المرحلات شكرا وسمعت لها فاطمة تبع عمران تسري لك لان السؤال الاخ العسيري شكرا فاطمة تبع عمران عندي واحد سؤال عمران سؤال هامشي لك السؤال باختصار شديد عندي واحد سؤال هامشي لالا فاطمة تبع عمران والبرلمان بغينا واحد تقييم من عند لالا فاطمة تبع عمران لتجربتها البرلمانية واش كتنصح بها الفنان انه يدخل العالم السياسة ام ان ديك الحرية اللي كتكون عند الفنان على الرباب ديالو في احواش وفي المنصة ديالو كتشوية كتكون محدودة داخل قبة البرلمان؟ والله فاطمة السؤال يقا تفضل الله فاطمة ماشي مشكل كي قريان بلا ما تجاوب فوق صغيك اللي قال حال مردك نير يعني بمثلان تجربة مغمس البرلمان كتات تجربة الحمد لله إنش لأنني ومن خصغي اللي سكر ويشكو يغمننا نسول سما قبل البرلمان هو الحملة الانتخابية غا 2016 ولكن غير ردون ردون لغي غارسن ولا ريون داوي غبو ولا ريون داوي غانان ولا يعني راسن التينيغ سبب الرئيسي اللي كان ادكشمغ السياسة وهو الترسيم الأمازيغية غا 2016 الترسيم الأمازيغية يعني وكزغل التمازيغ في ثلاث درسين العراقيين بعد الترسيم وبعد العراقيين اللي درسينان ما قبل الترسيم ما دارت مش نقول غينا أرض الواقع أنه تمازيغ قبل الترسيم يعني سيان عام لغد عانين الزقاز الزقاز من خطاب الملكي والجزير اللي يسكر سيدنا أسكن في ربيع الزوت أسس لنا هذا الملكي للثقافة الأمازيغية تليت توداية ملكي توداية تبدأ يد اللي عن طريق الحركة الأمازيغية الجمعية اللي دفعني في تمازيغ في تسميتين اللي غديت لك الأسويرات والانصراء اللي كله نزري تشكد ترسيم الأمازيغية غلطين وحبط لو خلي ترسم الأمازيغية تزيجز تمازيغ تعليم خطراجور تزيجز غليل لم خطراجور تزيجز غجميع تغرسلين خطراجور يعني ما يظن برافي نقبل كالتفاع غني اللي جانين مغناس أسد أدين الحركة الأمازيغية غمس السياسة لا يمكن ولا أمر يمكن غور لا مراكز القرار تشبت لأنني تشبت غنكي صغيلي غيصغيلي وصغولينو يعني الوقت اللي راتك غسق في استمازيغ اللندري مكريس قوتني يعني 24 ساعة مكريس قوتني بلا شكرت ياكد بناد محتاق سؤالين واللي اختكر اللي بيسير في ذاك في زوار لأنني إلا في اللي في الضغط ولكن في جريت الوقت اللي في منع طرح الأسئلة في التمازيغ ميكي وصير بالضم حصري جيولينو أري سوال ورجوي في السنة يغيب في نفسك سؤال في التمازيغ
الحرفه من الوقت اللي رد الا الا الافتتاح البرلمان اللي غري سيدنا انني الحرفه نورت تخدم ناس ما في غور الحرفه حتى انت تم زير كل الدستور الفيق في الناس دير ان غير انني ممكن تقولين سكر غير مجهودين وكل اللي مضر غلا اللي جان ولا ايام الدراسيه ولا الاجتماعات الفريق النيابي ولا ولكن يعني باش نتفدى يسكر بنادم يغير الزر بنادم يغير الزر الفنان كيغ بعدا اول فنانه مغربيه تكشن في الدول قبة البرلمان اول فنانه مغربيه تلقاها برلماني اول فنانه مغربيه تلقى وزيره تلقى سوريا جبران يعني يعني التاريخ هذا يعني كفيه اللي خصي يديوي غير مازيغني كما كسب كما كسب بختام غار تم غارت جمس الكويان تقول جمس الكويان تقول جمس الكويان تقول زوجة الكويان تم غارت أنس ما دخت جات مغار ما دغي جور جازو لمكين غنش كده يجن أهم حزني أنه المجتمعات كله لن غيت الزواء لنغض يتيم جيوش اللي تهديدني يعني المجتمع أي فرق السلوك كان التواصل مدرني نكرد نكرد المجتمع التضامن نكرد المجتمع الأخلاق نكرد المجتمع البراءة نكرد غير المجتمع إيجان يسلا إيجان مثقف مثقفا إيجان يخص الحفظ في المجتمعات أرد نكرد يتصبح ندلس يا يقر أرد سمق كنت يقرأ لحد تشوف إيجان أخير قيخت قمترة تنجير مدنادي شقاد مقرني قرأ في إيجان 15 يوم ولكن بحكم التضامن المحبة البراءة اللي لنغ المجتمع أردت تفيد روحي انت في تيجران التينجار ناخ لن تجيس تأيالين لن تجيس عيال لن تجيس فلان اللي تهلين ورطة طفن تروى لن تجيس ولي تهلين طفن تروى لن تجيس تروى مظنين اللي وريست نادم قرن أرقرون تيدرت إلا ولي ديو غرس يسا غدور دارما أردامس إلا ما يسكر غصا يوسا هيا غنسا نادي قرليس دقوان إذن كمون أي جن كل شيء يغمون مدن صدرنا تذكر كلي جت تغلط وين من المستحيل غدوني ما ردنا قلت لي المستحيل ولا قال قلت لي خلق الصدر أشكر اسمي تطور الصدر شكرا للا فاطمة شكرا لك مصر حبيت تنمير زبيرة يرغان غيد على على يعني على المجموعة على الفيسبوك لي كومونتير اركم بار تشكر مدنا يعني المحبين بزاف لي ميساج سي الزوين غيل راكم بارت شكار راه متين تنمير زبيرة يرغان بعض المشاهدين راه متين لالا فاطمه يمكن هذا تغني ييمي غار يا 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 تسفرت الا كان ممكن اشكر الجمهور هذا تيزيننا نود لك الجمهور تيزيننا الجمهور نم عاتيا سيدنا كريد ممكن طلب لالا فاطمه تغني لنا ديك الاغنيه ديال من زاكين من زاكين من زاكين نواد الزمزم يا من زاكين والسلام خير يا ولدي باين مزيان المهم الا تبدا من زاكين درت درس اللوز مرحبا مرحبا لالا فاطمه مرحبا مرحبا لالا فاطمه لأنني قرب غير 40 سنة غير ميدان الفني نوت في جان المسافة نكيدو بدودينو وردي وحدي في إلا داري غير المكان نغس نغس هنو لقي غنكي وحدي صدر فانا غير نكشي تسجيش يعني ولقي وحدي صف الحبابين صف الجمهورين وما يلي سكر يتقفي بدري قال بغي سيدي ربي أدي يتنياني السلو تنشكنا من الزهر لا المدني يتنين على سور تعتزز صد غوري لي ما يسكر نغاي لي سكر إما فعلا بناد ما ربي رمي أتي لي سنة 62 ألقى ولكن لا يمكن في الغمار قشكو يقاتي بربهم قربينو حبي خزارة غيك اللي حبي تمازيغب لأنني خدم خصيص يدري سنة اللي يسيخفو
الانسان تقايت قدراته وجودينه. مرحبا لاله فاطمه. اللي حنا ماني كرا تسكر غير الشلوحه ديني مازيغم، ماني كرا تسكر غير توادان غاد مقدان، انت قمت توري فركنا يا فقان وريديون، شركا غجلتون ولين ولين فايت مازيغم، ردتك زيغم لانا كرا تكوت غوريهولي، ايام فما غير حرج نيران غانا حبي. أدان غاودية وصربار قاق مقدانت أزيوري لنزان قرتي الزوان في مزير أنا صلت كي ديفن هنو الفيك استرقين نبقين تمزرين كي تتان مدون ديفن غادلم هام همر دورين خاصة غاد ديفن أطفتو فاني كان ما يزرون في مزير وانا يغينا من باربارات كي الجدن أرخصو لكي نشلي حرفي خسترقام السولو رنسو بيقاري سما دور الظلم السولو رنتيني نعانا بلا في مزيغم هاني فري وزمان مرغة فضل ولي وداتي ورسول السوي ديانا بلا يتباد النفط يوين دي مغناس نختي الناس اللي في الجيل الزوج دي كانول هيا زيكو يدو دارك ورين زف روح اختفا وطورة فضين ورين كل وكالي ورين كل وكالي سنن ورين زف نبرون. أركم تشكال الله فاطمة والله لا ما نكرد مني تيفتات تنظمتات والله لا هني حصريا على قربش ميتينج أرت تهدو ولتمنى حفاطمة تبع عمران تنظر تقرن أرت المحبين كل مدى ستفليد غساد آخر كلمة لله فاطمة باش الناس من سوين تسعدين كنا نهار الخير من المقارنة اللي غدي غلا اللي غي كغي كاد الزول بهرم قرن ودرير الزول بهرم قرن اي ودرير كلوش يغنيغ الدرير كلوش يغنيغ أسيفو يغنيغ يتعب الله يغنيغ من أسيفو يفولو وزريخ سواسيفو من دوبة يوزو دوبسو فلاني غير تعالى فلاي غير يعني إذا وسملال يعني كل شيء أدرير غي كليري غد نير يولكما تنبغاك ولكم أرجاز هل ميكا تروى مصر طفل مزروي الغدبة من أسكس أمباركي 2971 ميلا مزروي مزيغة كني زوار ميلادي وزوار هجري يري غد ميغا يوزي تمغار التمزيغة اللي كاني قدار تعمرتني نسوركي من أتي من كيف لي تيسكر من رمضان أتي ولكي من الدكة ما صلت يري غد ميغ تاني مير تمقورني تمغارك لي تعجن لبسيس غد وسكة سمازيغ شكرت أقول لا تبكيسة غرمي شكرت كسوم تنظيم تكفلة سوسي يبكيس مازكسو شكرت كي قان تغوسي وين شكرت أزربيت يري غد ميغ الزول الصنيعات الأجيال حور من مولت ما إلي التروان مدوية والنمس انت مزيغ إلي غدا ونني غزول مربي في اللون كلكم ويلي درونين المقر ولو ويلي الدين غير تفرنا ولو نفول كيد الخير كهنا أزول مربي في اللون.